السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. نهاركم سعيد. شكرا بزاف للأخوات اللي التحقوا بالقناة الجداد، وشكر كبير كاع لهذوك اللي قدامات عندي ما نساهمش حتى هما. يلا ما نطولش عليكم ونخليكم. اليوم درنا الغداء خفيف، درنا غير شلاضة، كل واحد دار سوبيرا قد هكا ديال شلاضة نرجعكم، كل واحد شد ديالو. ولكن دابا 5:30 جانا الجوع، تلقينا مع الوحدة جانا الجوع، عرفتوا شلاضة خاوية الما صافي جانا الجوع. قلت راه نوض ندير الكوتي شي يومين، دابا ما كليتش الخبز انايا بعدا ولا كثر، قلت ندير الكوتي زوين، ولكن الكوتي ايطالي يعني مملحات ولا معجنات ولا تسميهم كيما بغيتو. هاد الوصفة ايطالية. يلا خليكم معايا مع الطريقة والمكونات. بسم الله. هانتوما اول حاجة غادي نبدا بها وهي الخميرة البلاتي. الخميرة هي الاول، شوية ماشي بزاف هكا، غنخوي عليها شوية الماء وغنخليها شوية تفاعل معاه، شوية ماشي بزاف صافي. هنا من بعد ما تفاعلت الخميرة واحد جوج دقايق ولا ثلاثة، راه دغيا ندير واحد جوج معالق ديال الزيت هكا وكنحرك، وغنضيف عليهم دابا واحد البيضة أو حيدة وكنحرك نحرك مزيان. الماء دافي، الماء اللي استعملت راه دافي، الزيت نحيدو. صافي هنا دابا كندير واحد شويه ديال المليحه وغادي ندير اوريغانو ولا الزعتر ولا اللي بغيتو نتوما، كنكثر فيه لانه هو اللي كيعطيها واحد النسمه هائله. بغيتو ديروا الابزار ولا الحار ولا شي حاجه ديروا نتوما اللي بغيتو. صافي دابا وغادي نضيف الدقيق، معلقه جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة المعالق اللي ضفت ديال الدقيق، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا ستة. وغنضيف دابا الماء، الطحين كامل كنخلط هكا، هوب معلقة من العجين ما والو. غنزيد شوية ديال الماء دابا، غنزيدها شويه ديال الماء كنحس بها في يديا هنايا هاكدا اوكي. هنا عندي الاجبان، عندي هنا موتزاريلا عاديه برمتها ولكن حكيتها ولكن ديال المعز، وعندي هنايا هاد لاسكامورتا فوميكاتا واحد فروماج مدخن ها هو. غادي نديرو اي نوع ديال الفروماج عندكم، اي موتزاريلا اي جبن عندكم نتوما متوفر، لا ما عندكمش ديروا هذوك المربعات، اللي ما عندكمش ديروهم بيضين بنفس الطريقه اللي غادي ندير انا، ولكن ديروهم يكونوا بيضين. ها انتم كنخلط كلشي هذا الشيء هكا، دابا غادي نمشي نقطع هاد حبات ديال الطماطم. عيطات عليا واحد صديقة يلا غنقطع مطيشة ويجيني تليفون، زدت واحد جوج معالق وغنزيد جوج خرين، يعني درت ستة غادي نكمل عشرة، عشرة المعالق لأن جايين دابا قالت لي أنا جايين عندكم نشوفوكم، يعني أنا غادي نزيد. راه زدت هادوك جوج وزعما يعني قلت يعني بلا ما نقولها ليهم، ولكن لا لأن شي وحدة غادي يخرج ليها غدير غير ستة المعالق غادي يخرج ليها قل من ديالي الكمية، وغتقول كيفاش مينا دارت ستة المعالق وعطاها الرام ديال البيتزا وانا لا. وراكم عارفيني انا ما تنبغيش حتى شي حاجه نديرها موراكم، لهذا باش يكون داكشي مدقوق تعرفوا شحال درتو. المهم 10 المعالق ديال الدقيق اللي درت عامرين مزيان صافي. دابا عاد غنخليوه جنب ونرجعوا للمطيشه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا تنشد دابا غير هاد الحبات ديال لي طوماط سوغيز هكا، ولا شدوها مطيشه كبيره وقطعوها هكا تكون طريفات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا انايا. غادي نستمر هكا
وبعدين نوضعه. راحت ياكل الكتابي، عيطوا علينا الله ما يعيط شي حد اخر ثاني، نولي نزيد ثاني دقيق ويبسال داكشي. المهم انتما غنستعمل هكا حتى تنقطع هادشي، وغيمشي جاكم البالكون وغيجيب ليا الحبق بازيليكو باش غنديروا فيها حتى هو الداخل. انا غنستعمل هكا. هنا جاكمو كيف العاده قلنا لي يجيب لينا البازيليكو، وجاب ليا الورد ديال القرعه حتى هو، قال لك راه كاع لاوين تما. المهم تيكون اختياري هذا، الا ما عندكمش يعني ما ديروهمش. انا غير ملي جابهم ليا دابا ما يمكنش نرميهم، ودغيا كيخسروا خاص كي يتقطفوا وخاصهم يستعملوا. دونك تندير لهم هذه الطريقه هذه هكا، وغادي نقطعهم ونقطعهم هكا. اوكي صافي، وغادي نحطهم حتى هما مع هذا الشيء هنايا. والحبق تاع هو بازيليكو، ونهز غير الوريقات الاخرين غادي نخليهم حتى من بعد، غندير غير شي وحدين ماشي كلشي، وشي بعضين منهم. نستمر هكا صافي، غنخلي هادوك من بعد. اوكي ونخلط كلشي هذا، ونشد هذا الشيء دابا ونخلط كلشي هكا ماشي. خلط فيها كلشي هادشي مزيان، درت الملح. اه هما السوسه علي جاكم سي 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 درت درت صافي، واش ما درتيش صافي. غنخليها دابا ترتاح واحد شويه هنايا، عاد باش غادي نوري لكم الطريقه ديالها اللي غادي باش غادي نخدمها كيفاش غادي نشكلها. اوكي يلا نتلاقاو من بعد ان شاء الله، غنغطيها ونخليها. اي براف اي براف، لا تنعمر في اتاي، غنوري لكم هي هادشي. انقلتي فلا موجتي هانتوما النعناع، جابو جاكمو خرج لكم هادشي ها هو. ويس المانتا لويزا، شوف كي تيدير لويزا باش يقرضها يقطع. شوف شوف دي توتو دي بيو، ما خرجتش لي انايا، تيجي تنجيب العرش كامل، هو تيجيب ليا الوريقات هي وهادي. ها شي الوريقه لا شي هادي، ولكن راه ما دار فكره، كنت درت انا بحالي انا ما تصدق حتى حاجه، هو تيدير هكا باش كتصدق النبته. شفتو كيقطع على هادو او نعناع، خلاص ما يمكنش يقطع لي الوريقات. راه بركينا نيفاتون كي لا مينتا كوزي، انا غنشد فيه. ها كوم لا مينتا كوزي بركينا لا يطالتو سورو لي فولي شفتو كي لي لا الجامبو سيرف دي بيو. هاكاك انتو ما جاب هادشي، قال لك لحقاش هادو والعرش خاص يبقى ليهم العرش هادو ماشي بحال هادوك الاخرين. المهم راه مرتدوش 14 نعناع، مرتدوش هادي هالمطرشة هاللويزا و سميتها والمانتا. الخليط ديالي ها هو كما تقولوا، تا هو عوجت على عمر اتاي نخليه، وغادي نبدا نخدمو دابا. شفتو صافي، هنا بان ليا البراد باقي ما بغاش يطلع، خليته على خاطرو غير بشويه عليه، نقصت عليه النار وانا غنجي غنخدم هادو. هانتوما العجين ها هو، حيدت ليه هاد البلاستيكه. وهنا غدهنت هاد اللاطه بالزيت هادي هكا، وهادي حتى هي انا مبغيتش ندير ورق ديال الزبده ما كنديروش، هادي حتى هي اللي كنا شريتها معكم فاش مشيت انا وصفات سعيده بايطاليا، شريت دارت داك المشتريات ديالها، كتحيد ليها هاد اليد ديالها كتدخل من هنا هكا، شريتها على حساب بغرير ولا الكريب ولا شي حاجه هكا صغيورين. المهم حيدت لي انا هادي وغندخلها للفران. غادي نبدا نهز، بسم الله غنبدا نهز الخليط دابا. ها انتما شوفوا معايا، شفتوا كي داير ما شاء الله احمر هكا، نخلط وغنبدا نهز دابا ونوضع هنايا هكا بهذا الشكل هذا. نحس فيهم كل شيء، يكون الحشو كاع فيهم مخلط، يوم العجين فيهم ما طيشا، فيهم الحبق، فيهم كل شيء. وكنستعمر هكا حتى نعمر هاد اللاطه هادي، اللي بان ليا ما فيهاش ولا شي حاجه نوضع عليها هكا. اوكي هادي ها هي عمرتها كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نطرفها جنب، نخليها هنا وغادي نمر دابا لهادي. هادي غادي نهز دابا غادي نوضعهم كيف ما جاو، نحاول نرتبهم صافي.
هكا هتلحقوا اه حطوهم كيف ما جاو، ماشي تديروهم بايديكم ولا حتى شي حاجه. المهم هو يتهز فيهم كاع الخليط، هذا هو اللي مهم عندي انايا. طيب من بعد ونرتبهم. طبعا نحط من بعد ما كملتهم تناخذ هنايا غير شويه ديال سميتو ديال الصلصه ديال الطماطم، ونضيف ليها ما طيبتها ما والو، نضيف لها واحد شويه ديال الاوريغانو هكا، وغادي نوضعها هنايا فوق العجين بهذا الشكل هذا، باش ديرهم بحال الشكل ديال البيتزا اللي بغا اختياري. الا بغيتو تخليهم هكا كان غنخلي اللاطه الاخرى هكا، غندير وحده بهذا الشكل والاخرى غادي نخليها عاديه، غادي يجيو هكاك. وغادي نوري لكم يعني الوصفات بجوج بهم. اوكي صافي، وعندي هنايا هاد الفرماج ديال لاسكامورتسا داك المدخن، غادي ندير منه حتى هو واحد شويه هكا هنا فوقهم. اوكي يلا نديرهم. اوكي فرن فرن. اوكي صافي غندخلهم دابا الفران، الفران راه داير على درجه حراره 250، غنقص منه دابا لانك تمجهده مشعله، غنقص غنخليه على 200 وغنخليهم حتى يبانوا ليا تحمروا موجودين وصافي. غنمشي نغسل يديا والبراد راه هو باقي، هذا غادي ندير فيه دابا هاد النعناع. هنا البراد كيف ما كتشوفوا كيغلي، غادي نضيف ليه دابا هاد النعناع خلطين هنايا بهذا الشكل هذا، نشوف باش ندخلهم. اوكي ندخل كل شيء لداخل هنايا صافي. دابا وغادي نطفي عليه لان طبخ مزيان اتاي، غنطفي عليه وغنخليه، هدرت السكر غنطفي عليه وغنخليه هنايا حتى يطلق على خاطر. سلفت واحد الكاس più alta amore più alta deve essere no basta واحد الرائحه خارجه ما شهيتكمش في الاتاي، هاي هاي زوينه. نمشي نقاد هذوك شي طبيصيل وغادي نجيبهم نحطو حتى هما هنايا، نقاد الطبيله هنايا ندير طبيصلات وندير كويعطات وندير فريشيطات وميسات وصافي كلشي صغرتو ليكم. اوكي اوكي يلا ندخلو دابا. باقين تيطبخو تيغليو، هانتوما شتو راه كيجيو رائعين هاد. دابا في الاطباق ديالي هكا كيف تشوفوا معايا، راه جو خفيفات هشاشات كيمشيو عا بوحدهم. غادي نطعها هنايا اي فوالا غنقطع معاكم دابا وحيده وباقين سخاني هانتوما شوف. شفتو هادي تاهي وجدات ولكن راه باقين سخانين هانتوما كيفما كتشوفو معايا، هادي تاهي هي وجدات ولكن راهم باقين سخانين. نجيب شي حاجة باش نهزهم، هادي مثلا اوكي شفتو ها حمرات مزيان من التحت ومن الفوق هكا. دابا غادي نستفهم في الطبق
اوكي فوالا نحطهم دابا مع الاخرين وندي كلشي برا ونوريكم ندير لهم الطبق حتى هما هكا. نقطع معكم شي وحيده باش تشوفوها من الداخل ديالها خاص خاني هانتوما شوفوا شفتوا كيفاش كيجيو هكا اوكي خليوه هنا تياكل رجعكم من بعد صافي وغنديها غنحطها مع الاخرين حتى هما كنحط كلشي برا في البالكون. ضياف جاو جابوا معاهم التورطه ها هي ها شفتوا التورطه ديال سعيده بايطاليا هاك قطعي قطعي وري لهم من الداخل بعدا كي دايره باش اللي بغى يديرها يعرفها كي دايره. المملحات ديالي انا ها هما هادو ها هما درت لهم الصلصه مع البيتزا ها بالنسبه لي اصلا يزيد الموس خصني شي الموس في ما يدخل يجيب لك خدمينا صاحبتي لا يجيب لك بالا خلي الموس برافو وانا غنخوي اتاي قبل ما يبرد لينا هادشي راه الجو زوين هنايا برا ما فيها لا دقيق لا زيت لا زبده لا حتى حاجه. وباش اختي ما فيهاش دقيق؟ نو ما فيهاش دقيق مزيان حطيها في الطبسيل غيبغيو هاد درت ليه ما فيهاش دقيق بحال الامونه ديالي ما كتاكلش الدقيق بزاف كنحاول ما امكن باش نديرو هاد العصير وانا درت لكم الطبق شفتو ليكم كامل ولا كيبقى كاين يلا كامل مزيان. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هاد الفيديو ديالنا ديال هاد النهار شجعتكم القناه باش يوصلكم دائما الجديد والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جميعكم فيديو مع السلامه.